يقول السائل: صليت العشاء اليوم جماعة بين الصفوف وليس في الصف المعتاد نتيجة الزحام الشديد الذي ترونه في هذه الليلة، هل الصلاة صحيحة؟ إن كان معك أحد الصلاة صحيحة، وإن كنت وحدك فلا تجوز الصلاة خلف الصف منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم.